حصل شو ما تمشيش فيه سعيد نحبوه علاش نحبوه ربي فضل هنا سيد بالبيجي كمنا المونجا ذي فهمت مش سهل علينا راهو رئيس جمهورية الله يقدر سينا كارثة راهي البيت تاقف معناتها أنت اللي عندك المحكمة الدستورية اللي أعلن حالة الشغل النهائي ما عندك شيء شو معناتها شو ناويين معناتها ناويين دخل البيت فيه الأنباس ليه ربي ربي فضل هنا وبلي يوصلوا هيل ويجلدوا بجلوده وربي يخليه ها لا في 19 وباي باي هو ولده وكنته وزوجته لأنهم للأسف عاملين عائلة مالكة وذي يزيد وصل هيلو عاملين جديدة من جديد العائلة المالكة والعائلة النفوذ والبلدية وكعب تسيد منها مش منقولش لا سواح لا شيء منحبش الجهويات اما عندهم لوبيات معينة يخدموا فيها مع بعضهم مصالح يقسموا في البلاد فصفات عند شكون الطاقة المجددة عند شكون الأراضي الفلاحية ذي عند شكون يعني يقسموا في البلاد ورجعنا من جديد يعني